وينما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. واليوم هو طبعا اليوم العالمي للاغذيه. هلا بالمعلومه رح نعطي شويه تفاصيل عن هالنهار، ولكن المهم ان نقول انه بالفعل في كثير ناس اليوم عم نشوفها عم بتفتش بين الزباله حتى تاكل. هيدي صوره كثير بشعه ضد الانسانيه اكيد، وبالتالي بتتطلب تضافر كثير من الجهود. معلومه. طبعا منظمه الاغذيه والزراعه الامم المتحده الفاو وشريكه برنامج الاغذيه العالمي دعوا جميع الناس للعمل بشكل وثيق لخلق الفرص يتمكن كل فرد من عيش افعالنا هي حياة صحية منتجة، لأنه شعار السنة هو طبعا عيش أفعالنا هي مستقبلنا. وبالتالي اليوم صار في احتفال ببيروت. وزير الزراعة غيز زعيتر أكد على دور منظمة الأمم المتحدة للوقوف بوجه كل من يساهم من حيتان آمال للقضاء على الجوع ومساعدة البلدان التي تعاني منه. واعتبر انه بلبنان من الممكن خلق فرص امام الشباب اللبناني للعمل في القطاع الزراعي، وطبعا بموضوع التكنولوجيا، وهيدا بيتطلب من الحكومات اتخاذ تدابير للنهوض بالقطاع الزراعي. وبالتالي بعطي فكره انه 821 مليون شخص بالعالم، يعني واحد من بين كل 9 اشخاص بيعانوا من الجوع المزمن، بمقابل 1,900,000 شخص بيعانوا من زيادة الوزن، من بينهم 672 مليون بالغ بيعانوا من البدانة. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 باخذ أول اتصال. ألو؟ ألو؟ انقطع الاتصال. بكل الحالات يعني إذا كانت الاتصالات على 04-444-444 رح بلش بالمتابعات. وبدي أقول إنه أزمة المي على تزايد، لأنه عم بيرجعوا يعدلوا ببرنامج تقنين المياه ورح يكون أقسى مما كان. من هيك في كتير مواطنين عم بيقولوا إنه ما عم يقدروا يوصلوا المي إلا بالجمعة مرة، بثلاث أسابيع مرة. يعني هيدا موضوع كتير مقلق. وبالتالي سيترنات في عندها مي ساعة اللي بدكن، ساعة البتكون المي بتلاقوها، بس انه من عند الدولة مصالح المياه كتير صعبة، ما بعرف ليه، يمكن لأنها منظمة ومأننة، ما بعرف. بكل الحالات هيدا موضوع بيتطلب كتير من الجهود حتى اللبنانيين ما يعانوا من أزمة مي. كمان بمتابعتنا بحب أقول لكل يلي اتصلوا فينا مشان الفينيات يلي مضطرين يحطوها، هالفينيات متوفرة بهيئة السير، هي مجانا تعطى. أما إذا كانت بليبو بوست او ام تي او اي مكان تاني اكيد في لها كلفه، لانه في كتار سالوا عنها. كمان بمتابعتنا بحب اقول انه قضيه العدادات، كثير عم يجينا اتصالات انه ما عم يتركب العداد، من ميل تاني التامين، وعم يسالوا بموضوع التامين اذا الزامي ولا لا، مع العلم انه الوزاره ما اعتبرته الزامي. مرات اصحاب المولدات عم بيطالبوا المواطنين بالتأمين، فمحتارين الناس بندفع ولا ما بندفع تأمين، هيدا سؤال كمان لازم يتوضح أكثر. وبالتالي حتى يعرفوا الكل إنه إذا الكل تحت القانون. لهلأ أصحاب المولدات خصوصا بمنطقة جبل لبنان كسروان المتن ما ركبوا عدادات باستثناء كتير قليل، وبالتالي ما بعرف هيدا موقف موحد، ولكن المواطن بده يراجع موضوع العداد والتأمين مع صاحب المولد. كلنا تابعنا بالأمس موضوع إعادة فتح معبر نصيب يلي كان له 3 سنين مقفل أمام الشاحنات البرية، أمام الصادرات اللبنانية يلي كانوا يتصدروا إلى الأردن عبر طبعا هذا المعبر اللي من سوريا للأردن. وبالتالي كلنا بنعرف انه لجأت الدولة إلى دعم ما يسمى بالرورو أي بالبحر، وفي كمان بضاعة كانت تروح عن طريق المطار. صار في اتصالات مؤخرا وصار في اجتماعات لبنانية ولو كانت بصورة غير رسمية،
ولكن وزير الزراعة أسد سوريا وكان معه رئيس جمعية الفلاحين والمزارعين، كمان كان معه رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل، يلي كمان كانوا طلبوا من فخامة الرئيس أنه إعادة فتح هذا المعبر، وفتح هذا المعبر. معنا على الخط النائب نعيم، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا فيك. يعني كنت ذكرت بأحاديث سابقة أنه كنت طلبته من فخامة الرئيس العمل على إعادة فتح معبر نصيب، وكنت كمان من بين يلي رافقوا معالي وزير الزراعة إلى سوريا. يمكن ما كانت هذه الزيارة بهدف هالموضوع، ولكن حتى كمان انطرحت اليوم. فينا نقول لبنان رح يعيد بدءا من مبارح كان في يقدر يصدر بواسطة الشاحنات البرية. أولا قديش ارتحتوا لهالقرار؟ كان مطلب لإلكم. اثنين، هل في تغيير بالتعرفة؟ عم بسأل من مبارح بهذا الموضوع. تفضل. يسعد صباحك ونهارك سعيد إليك وكل المشاهدين والمستمعين والام بي في. اليوم بدي معلش انت سألتيني سؤال مهم كتير بشكرك عليه. نحن كنائبة مصدري وصدري الخضار والفاكهة في لبنان إلنا زمان منطالب بهالموضوع وطريق فتح الترانزيت طريق نصيب جابر للدول العربية. نعم. وبالإضافة إلى طريق التلف للعراق، اللي العراق لأن هالطريق هاي لا تقل أهمية عن طريق نصيب، لأنه العراق بلد مستورد كبير للزراعة والصناعة. وكلفة كبيرة الطريق للعراق عم يطلع عن طريق البحر من بورت طرابلس إلى تركيا إلى إربيل إلى العراق. نعم. الوقت دول والكلفة دول. نعم. هاي كلمة انطلبنا نحن فخامة الرئيس بهاي الطريق تنف وطريق أبو الكمال كمان بالعراق بين سوريا والعراق. نعم. نحن لنا زمان عم نطالب هالموضوع كنائبي، بقى كان فرصة سعيدة من بزيارة فخامة الرئيس الجمهورية العماد مشرحون. كنا بوفد كبير من نائبتنا اللي من كل بتمثل كل المناطق، كل المصدرين، كل المحافظات، وهن المصدرين والمزارعين بيكملوا بعضهم، ونائبتنا هي من كبار المزارعين والمصدرين. كان حديثنا مع فخامته كثير، كان مستوعب حديثنا ومهتم كثير، وهو مهتم كان اكثر منا بقضيه هالموضوع، موضوع فتح طريق الترانزيت يرجع الشحن البري كما كان بالسابق، وشرحنا له وضع التصدير بالبحر والى اخره. فعلا فخامته مهتم كثير وكلف جهات عديده، ومن جمله كلف وقتها اللواء ابراهيم مدير الامن العام بهالموضوع. ونحن كمان شكرنا فخامته وزرنا اللواء ابراهيم، اللواء عباس ابراهيم بالامن العام، وتحدثنا معه بهالموضوع وقالنا الحديث ذاته، يعني ضابنا طريق التنف وغيره، وكان فعلنا وعدنا خير غريبا جدا. وسبق الموضوع كله كنا بزياره، كان في معرض الشام الدولي. نعم. كنا متواجدين بالشام، كان في الوزير زعيتر والوزير حاج حسن. نعم. كنا زياره للمسؤولين السوريين الوزراء المعنيين بخصوص الموز وخصوص الطريق، واخر وقت عند وزير الطرق وزير الاشغال وزير الطرق فنيانوس. كان ضم الينا الوزير فنيانوس، كان موجود هون يومتها وزير السياحه. هيدي من زمان. نعم. نعم. بس يومتها سوريا قبلت باستيراد الموز، ما هيك من لبنان؟ ايه، هذا كان وقتها كان هيدي فاتحه بموضوع وحديث عن قضيه. نعم. الطريق هلا والاخرين وانضم بعدين مشكورين كل الوزراء اهتموا، وزير الخارجيه وزير السياحه الى اخره. نعم. كل الوزراء اللي اهتموا بهالموضوع. نعيب حتى نختصر الموضوع، وعدونا خير وقتها ب 15 شهر. نعم. هلا امبارح بلغكم سعادة اللواء إبراهيم أنه بدءا من الأمس بتقدر الشاحنات البرية أنها على طريق البر رجعت إعادة التصدير. فخامة الرئيس كان عنده موقف بهذا الموضوع، وأنتوا بلشتوا تحضروا حاركم لتصدير كمصدرين، وبالتالي هل في اتصالات تانية مفروض تنعمل مع الجانب السوري بموضوع التعرفة؟ ولا يمكن العملة السورية تغيرت من وقتها لليوم، من 3 سنين لليوم، في تغييرات حتى المصدرين يعرفوا شو لازم يعملوا؟ انا رح اقول لك شغلي. هلا اليوم نحن بلغنا من يوم الاحد. نعم. الجهات الاردنيه والسوريه واللبنانيه هون. نعم. انه الاحد تنين تكون فاتحه الطريق. نعم. نحن اليوم بنتامل انه ما يكون في اي عوائق. هلا اللي جانا الخبر انه من الجديد من الجمارك انه اهلا وسهلا بتدخل بضاعه ترانزيت الشاحنات اللبنانيه مثل العادي بالماضي. نعم. اما
في قصة حديث عن المصاريف نأمل أنه ما تزيد أو ما تكون عالية، لأنه نحن بفترة 3 سنين هذه مهمة كثير بدي أقول معلش، نحن مجبورين بعضنا نحن كأشقاء، كانت الإنتاج السوري صراعي أو صناعي كان يفوت عن طريق لبنان، يرافقوا غفير من المصنع للشاحنة، يرافقها غفير مش إبراء البيان إن كان بور طرابلس أو بور بيروت أو مطار في الحريري. وما زالت نعم كان على 3 سنين كان يفوت كميات كبيرة ما في عليها أي مصاريف، وهذا شيء مجبورين فيه في يعني معاملة بالمثل وبين... نعم معاملة بالمثل في على كل حال في معاهدة كبيرة نحن وياهم بالترانزيت، وفعلا كان وقت الجمارك اللبنانية اهتموا بالموضوع، والوزراء الوزير السابق شهيب والوزير الحالي اهتموا بالموضوع، وكانت الإنتاج السوري أكثريته يفوت من عندنا على لبنان يتصدر عن 3 مرافق من لبنان بدون اي عوائق. بتامل انا انه ما يكون علينا اي مصاريف زياده او مسائل مهنه واحده، لانه انت عارف قطاع الزراعه لم يتحمل اي مصروف واي حاليا عوائق. اي متى نقيف نقول الشحنه تبلش تنطلق رسميا عبر هذا المعبر؟ شغله مهمه كثير سالتني السؤال حضرتك، اليوم فتح الطريق بس ما في ولا شاحنه بعد طلعت على الطريق بعد، كلها شاحنة كلها سيارات. ليه بدها ضمانة أكثر أمنية ولا شو؟ نعم ليه بعد ما طلعت؟ بدها ضمانة أمنية ولا بدها استعمال؟ بعد الشاحنات أكثريتها كانت تطلع بالبواخر وتطلع بعدها برا، شيء هون مش مجهزين حالهم. نعم. في شيء كذا هذا هو، حتى من سوريا ما طلع بعد شاحنات راحت الأرض، إلا تاكسيات تفتح من الساعة 8 الحدود هونيك للساعة 4 وجايبة للساعة 4. نعم هلا عم نجهز حالنا كمصدرين ونقبات البرادات اصحاب البرادات على انه قريبا يعني يبدا العمل بهالموضوع، لانه كل هذا شوفير كان تارك سيارته، هذا كان مش مجهزها، اللي هن جاهزين للشغل اكثريتهم عم يطلعوا على الباخره الرورو اللي كانت تطلع من مرفق طرابلس. بس مع فتح معبر نصيب رح تبقى كمان باخره الرورو معه، ما هيك؟ هلا بتصور اذا اشتغل وبيبعد عم الدوله عليها كمان بضل. نعم. بس هذه مدعومة من الدولة للشاحنة المبردة اللي تطلع عليها. صحيح. الدولة بتدفع كينة أجار الشاحنة عليها لأنه تخف المصروف، لأن في مصروف كبير كتير على المصدر يقدر يشحن. هلا طبعا لما تفتح طريق البر وترجع طبيعية بتصفي القصة، متصور أنه توقف أو بتضل بحب يصدر بصدر، بس إنما إذا بدها تكون الكلفة كبيرة بالبر وينحط ضرائب كثيره على المصدرين، بده يرجع المصدرين يطلبوا دعم مثل دعم البحر اللي هو يعزوره. نقيب هل هالشيء نعم. بيستلزم حوار مجددا مع الجهات السوريه؟ هل بيستلزم زياره؟ هل بيستلزم اتصالات بعد ولا شو؟ هلا في شيء قريب؟ بعرف انه السوريين مشكورين مهتمين، امبارح اهتموا بقصه الموز، والموز رح يبلش يدخل عندهم اليوم وبكره كمان. وبالنسبه لهالموضوع هذا ما تنشوف شو حاطين علينا، شو في بسمع حكي اخبار يمكن مش يمكن جماعه. مين ببلغهم؟ مين بده يبلغهم؟ وزير الزراعه؟ لا بتبلغ هيدي الامور بتبلغ من الجهه الحدوديه الجمارك وغيره الجديده يبوس. نعم جديده يبوس. نعم طيب. والحدود هي بتبلغنا على اساس انه في مصروف على الشاحنه كذا في كذا في كذا، لاني ما تبلغنا شيء رسميا، بس نامل انا شخصيا بقول انه حفظ الجوار والصداقه واخره مثل ما نحن عملنا بالموضوع بالفتره هيدي، والحمد لله كان جيد جدا كل اكثر انتاج. تتامل نقيب انه بالقريب العاجل، وهل برايك التامين بده يغلى على الشاحنات؟ انا بتامل انه لا، كان في بعض مصاريف بالماضي تنحط يعني طبيعيه، بيان مصروف طريق اشياء هذه كانت مصروف طبيعي، اما اليوم اذا عم بسمع اخبار ما بعرف فيناش نحكي شيء تيكون شيء تاكدنا منه كثير منيح. اذا كان بدها تكون بتدخل ساعتها المسؤولين هون أكيد. وانا اليوم بوجه شكري من فخامه الرئيس لواء ابراهيم لكل المسؤولين الوزراء اللي اهتموا واللي عديتهم وكل مسؤول اهتم في هالموضوع، لانه هذا شريان حيوي كبير كثير هالطريق هيدي فعلا مهم كثير لكل القطاعات، الزراعه والصناعه والترانزيت، وخصوصا هلا بيرجعوا بينتعشوا شوي الشاحنات المبرده لانه كانت خساره بخساره اخر فتره، مثل ما قلت يعني بيرجعوا يدوروا مطاراتهم. اهلا وسهلا. نعم. فيك نائب نعيم. نعم. خليل، على امل انه تنتظم الامور بوضوح وشفافيه وترجع الطريق البري امام الشاحنات والتصدير اللبناني المنتجات اللبنانيه وبالعكس كمان.
فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. باخذ اتصال. الو 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 اهلا. لا انا ناطر وانا عم بسمعك. ايه تفضل. الو تفضل. ريبيكا معك. تفضل مسيو بونجور. انا معك. لا لا بس انا طلبت انه بدي احكي مع مدام ريبيكا. ايه انا عم بحكيك. ريبيكا عم بحكيك. كيفك مدام؟ أنا عم بحكيك بس اسمعني على أبراج تليفون. سامر حبلي. أهلا أستاذ سامر. تفضل. تامر حبلي تفضل. بس بدي من مشكلة المي صرت واصل لك أخبار كثير بس أنا بدي ألفت نظرك على شيء إنه مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. نعم. تستوفي الرسم السنوي ابتداء من حزيران. مزبوط. من اول تموز ما بيعود في مي. هلا نعم. الرسم هذا مفروض ضل تاخده عن سنه وتعطينا على 6 شهور لانه نحن مبدئيا عم نشتري كل اسبوع نقله مي ب 45,000 ليره. نحن بمنطقه فردان بشارع النصولي. نعم. وبالليل اذا بتمر بفردان جميع البنايات كل كميونات المي واقفه عم تعطي. يعني يركبوا عدادات للمي مثل الكهرباء خلا تاخذ الشركه قد ما بيقطع الواحد. اما لحزيران بتعطينا مي وبعد حزيران من هلا لتشرين ثاني قطع وما في مي. لاقول لك شغله بالنسبه تاخذ الرسم كامل بالنسبه للعدادات بلش ببعض المناطق توضع عدادات يعني بالاشرفيه قسم من الصيفه بكسروين بلوني ومنطقه ثانيه بلشت بالعدادات مثل ما عم بتقول قديش بتصرف قديش بتدفع والوقت ذاته كمان بتبطل تدفع مره واحده بتدفع بعتقد كل 3 اشهر وسعرت قديش المي يعني قديش بتدفع على لتر المي عرفت؟ هلا تتوصل على فردان ما بعرف بس بلشت مياه بيروت جبل لبنان ببعض المناطق بهذا العداد اللي عم تحكي عنه بلشت ان شاء الله بتوصل لفردان يعني بس بعدها خجوله كثير الخطوه. كمان اتصال. بونجور مدام ريبيكا كيفي؟ الحمد لله. معك نبيل شمون. اول شيء بالبدايه بدي اتشكرك على متابعه حضرتك بوقت سابق لطريق ادونيس جبال. ايه يلي كانت وهلا زفتت وزاره الاشغال زفتتها ونحن بنشكرك على المتابعه تبعك والله يطول بعمرك. الله يخليك يعني بس المهم ما بدنا نسرعة لما يحطوا لنا مطبات وما بعرف شو. لا 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 بكتر خير الله بس بعد في شكوى تاني. ايه بخصوص شركات التأمين. ايه انه انا مثلا صار معي حادث انا صافي في سيارتي. نعم. اجا شخص بيت فيها هي مصفوفة ما فيها حدا. القانون عنا عليك. هذا القانون. ايه لا الحق اعطاني الخبير 100%. ايه يعني تكلفت انا على السيارة قال هني اعترفت الاسيرونس بنص القيمة. مزبوط. صار لنا من صار لي 2.5 شهر. نعم. بتابع الاسيرونس بقول لهم بونجور معكم فلان شو صار بخصوص الحادث نسيو على بكره اتصل فينا. لاقول لك شغله فيك تتشكى لانه بوزاره الاقتصاد والتجاره بحمايه المستهلك عندهم قسم بيتعاطى كمان بموضوع التامين يعني نعم. اذا شركه تامين اخلت بشيء بتقدر تتواصل معهم وبيقدروا يحكون كمان. اوكي عاي رقم مدام ريبيكا 1739. اوكي ميرسي. وبتقلهم بدي قسم التأمين. اوكي اوكي اهلا فيك. ميرسي. كمان اتصال. بدي اذكر بشغلتين. اولا الاستفادة من خفض الغرامات اللي بتنتهي ب 19/20 الاول ان كان بموضوع السير يعني موضوع الميكانيك ان كان غرامات التاخير على الرسوم السير السنويه ولا بلديات يمكن تنتهي المهله ب 19 يعني بعد 3 ايام فيكم بعد تستفيدوا من تخفيض 90% على الغرامه. بدي اذكر كمان انه بالنسبه للعنف الاسري صار في عندنا رقم جديد هو رباعي 17 35 يعني عفوا
17:45. فإذا 17:45 موضوع بخدمة الناس اللي بتعرضوا للعنف الأسري، وكمان بعضهم قوى الأمن الداخلي عم يتلقوا على 112 كمان بهذا الموضوع. 17:45 بحب إنه الكل إنه يكون عندهم وما يترددوا، على كل حال إذا لا سمح الله حدا تعرض لعنف منزلي بيقدر يتواصل على هالرقم 17:45. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. وبالتالي بدي أذكر إنه وزير الاقتصاد والتجارة منع أصحاب الوالدات من تقاضي تعرفة مسبقة، يعني بعد شي لهلأ ناس عم تتصل فينا عم بتقول عم يطلبوا منهم تعرفة مسبقة. ما في شيء اسمه تعرفة مسبقة إطلاقا، ما في. بموضوع بعدني برجع بقول بموضوع التأمين كمان منه إلزامي. اتصال. ألو، بونجور. بونجور. وحياتك، معك أنا عم معك فاروق الحسن عم بحكيكي من مشامون. ايه أهلا فيك. أنا بيتي على حدود المدينة الصناعية. ايه نعم. ومدينة الصناعية كل الشغل اللي فيها كله مسرطن، يعني ما في أطفال، ما في كبار بالعمر، ما في إلا ما هيدا شو اسمه، يعني هلا نحن بقولولك مدينة صناعية مصنفة باب أول على رأس وعيني، بس إلى معايير. مش بيجيبوا مولدات كهرباء دواخين تبعها مثل تبع الزوق وبيجيبوا لك هيدا، وبيجوا أنا عندي صور فيديوهات، إذا عندك واتساب اعطيني رقمك على رقم الواتساب لابعث لك اياهم، فيك تبعث لنا اياهم وتشوفي بعينك، فيك تبعث لنا اياهم على فيسبوك. الحل عنا رح نحط على الشاشه. انا ما بعرف الفيسبوك يا مدام ربيع، انا زلمه ما عندي فيسبوك، عندي واتساب ببعث لك اياهم. طيب هلا بعد الهوا بنحكيك وبنعطيك رقم وبتبعث لنا اياهم عليه. بس انا بدي اقول لك شيء، يعني شيء الريح ده عند في مواد كيماويه. ايه؟ اللي معامل النايلون اللي ايه؟ بيعملوا فيهم الاكياس وبالاكياس بهدول بيرشوا ماركات مثلا المحلات. انا اللي بدي اقول لك اياه، ان كان موتور عادي ولا بمدينه صناعيه، تلوث يعني البيئة وين ما كان وحدة، وين ما كان بدها شروط. أحفادي ما عم سكر الأبواب، ما بنقدر نفتح شباك ولا باب. لا أنا بصدقك، يعني بلكي هيك إذا فرجناهم الصور بلكي بيبيعوا شوي، إنه وبنرجع بنسأل ليش عنا أمراض، ما عم نعرف شو الأسباب. نزيل الأسباب يبطل عنا مرض. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. عفوا. كل المدن الصناعية مفروض ما تكون بالمدينة إجمالا، المدن الصناعية بتكون إجمالا خارج المدينة، ولكن للأسف في بعض البلدات اللبنانية عندها مدن صناعية لا بأس بها، يعني جديد السد، بشيمون، الزوق، يعني نقلهم لمناطق تانية، لمناطق نائية، ما بعرف قديش مهم قدي، لا في فترة من الفترات نحكى فيها، ولكن اليوم هيدا أمر واقع. صورة اليوم نشوفها سوا. بما أنه اليوم 16 الأول بيحتفل العالم بيوم التغذية العالمي، بدي أقول لكم هيدي الصورة مش من مطرح بعيد كتير، هيدي بلبنان. بلبنان أطفال عم بفتشوا بزبالة حتى يأكلوا، فكيف الأهل؟ هيدي مسؤولية الجميع، لأنه مسؤولية حكومات، مسؤولية أفراد، مسؤولية عائلات. ممنوع حدا يحس بجوع، ممنوع. يعني هالولد هيدا ما بعرف كيف بده يربى بين النفايات عم بفتش لياكل. صورة مؤلمة جدا. نلتقى بكرة، إلى اللقاء.